بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم دكتور بسام الشراونة، استشاري أنف وأذن وحنجرة. وباء الكورونا حديث الساعة، وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي. ولأهمية هذا الموضوع، وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية، ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل. إكمالا لدور القطاع الخاص، لا بد من إلقاء الضوء على جنود وقفوا في خط الدفاع الأول، وهم الزملاء الصيادلة. يحدثنا عن هذا الموضوع عطوفة نقيب صيادلة الأردن الدكتور زيد الكيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكر الدكتور بسام على المقدمة، وبحب أشكر كمان مصنع عمان للصناعات الدوائية على الحوارات اللي بيقوم بيها، خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنمر فيها. اليوم الصيادلة كانوا خط دفاع أول في مواجهة والحد من انتشار فيروس الكورونا، وأنا شهادتي مجروحة بزملاء الصيادلة بالدور اللي بيقوموا فيه. نفس المقام طبعا احنا بنشكر كافة الكوادر الطبية اللي وضعوا أنفسهم جنود لمحاربة فيروس الكورونا والحد من انتشاره. الصيادلة اشتغلوا على عدة مراحل. المرحلة الأولى، وكنا بانين خطط استراتيجية من قبل ما نصل للمرحلة اللي وصلناها اليوم، خطة ألف باء وجيم. اليوم نحن في خطة جيم، اللي هي كانت إغلاق تام وفتح جزئي وحظر تجول. قامت النقابة بالتعاون مع مجلس الأزمات بتأسيس والتأكيد على آليتين ضروريات: آلية الوصول الدواء إلى المريض بأقل طرق لانتشار هذا الفيروس، وهنا تقدم الزملاء الصيادلة بأنفسهم من الصيدليات لتوصيل الدواء مجانا إلى منازل المرضى، وأخذ كافة الأساليب الوقاية والحماية ليقوموا بتوصيل هذه الأدوية. بنفس الوقت كان عندنا تحدي كثير كبير بآلية توصيل سلسلة الدواء من المستودع من المصنع إلى الصيدلية ومن الصيدلية إلى المريض. وكان عندنا تحدي أكبر أنه نضمن استمرارية وصول الدواء المستورد أو التصنيع المحلي بمواد الأولية من الخارج اللي هي لا تصنع محليا. صدقا وأمانة بهذه التجربة الواحد بيطلع بأمور عدة، وبيستفيد مرات من الكوارث، خلينا نحكي، اللي بتصير ليطلع منها بنتائج إيجابية. أهم شيء نحن اكتشفنا أهمية صناعتنا المحلية في ظل هذه الأزمة. الصناعة المحلية اليوم أثبتت، الدوائية الصناعة الدوائية المحلية بالذات أثبتت أهميتها، خاصة في ظل وقف الاستيراد في العديد من الأدوية في الخارج. لولا الصناعة المحلية نحن ما كان قدرنا نلبي حاجة المواطن، وهذا بفرجينا أهمية صناعتنا الدوائية المحلية في الأردن. والسبب والشغل الثاني التكنولوجيا. اليوم نحن اضطرينا، وزي ما عم نعمل هذا الحوار في العديد من الأمور الأخرى، بإطلاق برامج، تطبيقات، خدمات رد آلي. الشخص بيكون مرتاح بطبيعة العمل الروتيني، والتغيير صعب على الجميع، ولكن بظل الأزمة اضطرينا نغير ونستخدم التكنولوجيا بالعديد من لقاءاتنا. الاجتماعات أصبحت كلياتها عبر تواصل الإنترنت، استخدمنا رد هاتف الذكي على خدمة الصيدلي. نحن اليوم نقوم بتطبيق ذكي أيضا لوصول المريض إلى أقرب صيدلية بأسرع فرصة بأسرع طريقة. السؤال دائما بنعمل ما بعد الكورونا، شو اللي يصير فينا ما بعد هذه؟ هل حنستمر؟ أنا متأكد أن التكنولوجيا حتستمر، بما أنها دخلت عالمنا حتستمر حتتطور. ماذا أبعادها؟ نحن دائما بنقول قطاع الصيدلي مهني وليس تجاري بحت. هو مهني، أي نعم فيه شق تجاري، ولكن هي المهنة الأساس. فهنا يقع الخلاف أو يقع المسؤولية على النقابة وعلى المجتمع، مدى بعد استخدام التكنولوجيا. هل نبقى نوصل إلى المنازل؟ هل نبقى نعود إلى زيارة المريض؟ في الأردن أنا أعتقد نحن حنبقى زيارة المريض أساسية، في خصوصية للمريض، في آليات تعاطي، ولكن بنفس الوقت حيكون في هنالك استخدام التكنولوجيا بشكل كثير كبير في المستقبل. الوعي بده يزيد عن المواطنين والجميع. الله يحمينا ويمشي هالأزمة على خير، الله يحمي هالبلد ويحميكم جميعا، وشكرا لكم.